وكلكم هتشتوا مره واحده؟ ودي كانت عطشانه معاكم برضو؟ اه عطشانه ميه. ده انت شربت لغايه ما زرعتي. انما يعني يا باشا ودي برضو كانت عطشانه؟ انما يا باشا ما تعرفناش يعني. اه دي مدام كاميليا ناشطه من نشطاء السلام في الامم المتحده. ده بقى فريق التايكوندو اللي انا متبنيه. اه وانت كمان بتلعبي تايكوندو؟ لا دي نضال المساعده بتاعتي، هي برضو ناشطه بس لسه صغيره يعني. فرصه سعيده يا نضال. فرصه سعيده جدا. بقول لك يا ابو الكباتن، ايه التايكوندو في ده؟ دي حاجه ساعه. اه طيب يا جماعه اتشرفت جدا بمعرفتكم، اشوفكم بكره الصبح على الفطار. تصبحوا على خير. انت من اهل ايه ده تهام؟ انت بتعمل ايه هنا؟ امال مين اللي معاه الحاجه فوق؟ زاهر يا باشا. يا نهار اسود زاهر، ده بيخاف من خياله. انتوا اتجننتوا؟ ما هو الشيخ حسن معايا يا باشا. مش انا قايل لكم بالليل لازم كلنا نبقى جنب بعض، ما نبعدش عن الحاجه؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت عطشان انت كمان يا شيخ حسن؟ هو ده اللي مع الحاجه؟ انت سهران فين يا شيخ حسن؟ ربنا يوعدك يا ناجي باشا، السيده زينب بعتني قلت اروح اصلي ركعتين، حاجه تشرح القلب يا ناجي باشا. طب يلا كلكم على فوق، بكره هنتحاسب، الفطار الساعه 7 الصبح. يلا اتفضلوا. ايه رايح فين؟ راح فين؟ طب هو واخدين ايه؟ لا انتوا ها؟ اوت. صباح الخير يا كمالية. صباح الخير يا ماجد. يا ريت تعملي لي طبق بإيدك أنت بالمرة اللي فاتت مع بعض. حاضر أوي. إيه الأهبل اللي أنت عامله ده؟ أنت جاي من مجاعة. يا ابني لازم نهبق على كل جديد. نهبق إيه ده؟ أنت هبقت على المكان كله. يلا. بس هي كمان يا اشكرك خالص. يا ترى ايه البروجرام بتاعك النهارده؟ تسال ليه؟ بقول يعني لو ما عندكيش مانع تاخديني تفرجيني على الشام، اصلا اول مره اجي فيها سوريا. واضح انك انت خبيره هنا. وبالمره نتغدى مع بعض في اي حته. غدا لا مش هينفع غدا، عندي ندوه شعريه في المركز الثقافي الروسي. اه انا بحب الشعر جدا، انا غاوي الشعر. خلاص يبقى اجي معاكي والغدا نخلي عشاء. يعني انت يا عم اسعد بتطلع من هنا على النايت كلاب على طول؟ لا حول الله يا رب. يا راجل شقيان، الله بياكل من عرق جبينه وبيتعب. بيتعب طبعا الله، من الكباريه اللي بيتهم مثل الكباريه، وبعدين ما يحسش بالمكافح على المكافح اللي زيه. لك الله يبارك فيك. صحيح يا عبد الجليل، الله يطول عمرك، انت بتحس مثل اللي فينا تعبان وشقيان. بقول لك ايه يا عم اسعد؟ انا سمعت ان في اوكرانيات وروسيات هناك بيفكوا مشنوق، صحيح؟ يعني ايه؟ ايه الحقيقة صح، بس انا ما لي علاقة فيهم. الله ما احنا عارفين. طبعا ما احنا عارفين، انت مالك، انت مالكش دعوة خالص. بس بقول لك ايه يا عم اسعد، يعني هو في هناك عربيات كده عشان خاطر اللغة يعني يبقى الكلام رايح جاي كده ونفهم بعض؟ ايه في، بس قليل كتير. جميل يا عم اسعد، جميل قوي. بقول لك ايه يا عم اسعد؟ اتفضل. احنا عايزين نروح النايت ده. من عيني هي قبل هي، بس خلي الزوامي هون، باخدكم معي على النايت كلوب. الراجل ده مجدع قوي.
الخير يا سيد تحسين. اهلا وسهلا. انا كنت عايز طقم الماس من عندك. طقم شو؟ طقم كامل؟ طقم كامل. وشو المناسبة؟ عرس ولا خطبة ولا؟ تمالك انت عرس ولا تمالك لحاجة تخصين انا. بس هذا غالي عليه كتير. ها يا سيدي غالي مش غالي التمالك. انا هشوف لو عجبني هدفع التمن. ايه؟ لا 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 انا عايز حاجه تخبل حاجه كده اول ما تفتح العلبه تلاقيها ملعلطه قدامك. يا سيدي طلبك موجود بس مو هون. نحن الاشياء الثمينه ما بنتركها بالمحل. عندي طقم الماس حر كامل 12 ايراط. هو ده اللي انا عايزه. بس يكون بعلمك حقه 100,000 دولار. انا عايزه النهارده. ها وفلوسي جاهزه وعايزه قبل الساعه 7. اعتبره موجود. اوكي. ساب الدار امتى؟ طب مشي ازاي ومين خرج معاه؟ يا جماعه حرام عليكم، ده راجل قاعد على كرسي، ازاي تسيبه يخرج كده؟ طب انا اسف. متشكر متشكر. الو؟ ايوه يا حاج. انا حسام، حسام المصري. انا الحمد لله كويس. والنبي يا حاج، هو بابا ما رجعش البيت؟ انت متاكد ان هو ما رجعش؟ يعني البيت مقفول زي ما هو؟ اصل انا بتصل بيه على الموبايل بس موبايله مقفول. حاضر ان شاء الله هطمنك. حاضر. طب متشكر يا حاج، شكرا. ناجي بيك حبيب قلبي يا عيوني، بدي منك دقيقة واحدة بس، في شغلة كثير مهمة بدي أحكيها معك. اسمع يا ليمون، أنا ما بحبش حد يقعد يتنطط لي كل شوية. الموضوع بدي أحكيه معك أستاذ سر. خير؟ خير بالتأكيد، أنت أبو الخير كله. يا الله يخلي لنا إياك يا رب. خش في الموضوع على طول عشان أنا خلقي ضيق. إلك عندي مشروع ربحان الشيطان نفسه، أي ما أبي يخطر على بال حدا بالشام. المرة هلا عوض ما تكني صار بدها مكنسي على الكهرباء، عوض ما تغسل بدها غسالة على الكهرباء، الناس خلقها ضيقة كثير. عندنا هون بالشام في سوق اسمه سوق التنابل. الناس بتروح عليه بتشتري الخضرة والفواكه جاهزة على الأكل فورا. أنا مش فاهم حاجة. ما دام الناس ما بدها شيء صار بدها كل شيء على الجاهز، نحن بنضرب ضربتنا. شوف أستاذ، هي فرامة بقدونس. هي حفارة كوسة وباذنجان. هاي عصار الجزر، وهذا كله صناعة ألماني. إذا أخذنا التوكيل تبعه يا أستاذ بوعدك بأرباح ما إلها مثيل. ليمون، أنا عزمي داخل موعدة. عيوني يا أستاذ. شريط لاصق. شريط لاصق؟ شو بدك تساوي فيه؟ عشان أحطه على بقك وتبطل كلام وتفضل مع السلامة. يلا حبيبي. على راسي يا أستاذ، يطول عمرك ويديمك فوق راسنا. السلام عليكم.